مرة أخرى في حضرة محمد حمزة، الشاعر الرائع اللي كتب زي ما بقول لامس الألفين أغنية، وكتب أغاني لعشرات الأفلام السينمائية وعشرات المسلسلات الإذاعية، ومعانا توأمه الجميل البنانيت الأمامير دينا محمد حمزة ودعاء محمد حمزة. أنا بركز قوي وأنا بقول دينا ولا دعاء عشان ما تلخبطش يعني، وحطيت برضه حرف الدال. كان ليه قصة حرف الدال ده في أساميكو؟ دي ماما بقى. ماما هي اللي اختارت الاسم. هي اللي اختارت الاسمين. عمل أغاني مسلسل 30 أغنية غير التتر والإند، ظهور من النور، عصابة أبو الصعود، 32 أغنية في تحدي، لأن كانت السيدة سامية صادق كانت رئيسة التلفزيون مش مصدقة إن محمد حمزة هو اللي كاتب مواد ويعمل حاجات يا مصر وبليغ. الأستاذة مجيدة نجم مخرجة المسلسل عرضت اسم محمد حمزة على رئيسة التلفزيون وقتها اللي هو اللي يكتب الأغاني، قالت لها هو مال محمد حمزة أغاني الأطفال ومال أغاني الأطفال. ف لما عرف كده محمد حمزه راح عامل اغنيه يلا نقضي اجازه سعيد، يلا نقضي اجازه اغنيتنا اغنيه جيلي يعني انا بالنسبه لي مع الاستاذ هاني شنوده، واداها لصفاء ابو السعود ولحنها هاني شنوده وتصورت واتذاعت، ففوجئ بانه السيدة سامية صادق بتكلمه وبتقول له عايزينك تعمل لنا أغاني مسلسل ظهور منه. واللي كتير مش عارف ان هي كانت التتر البداية والنهاية الأستاذ كمال الطويل. ولكن الثلاثين حلقة الأستاذ هاني شنودة، الأستاذ محمد قبيل، الأستاذ منير الوسيمي. وده مرحلة برضو ان هو تعامل مع جيل الجيل ده من الملحنين ومن المطربين في المرحلة دي معاهم.